نشرة الثامنة من الموريتانية نستهلها بأبرز العناوين. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات الرئاسية، والمرشح محمد العبد العزيز يحصد ما يناهز 82% من أصوات الناخبين الموريتانيين. بعد لقائهم رئيس الجمهورية، المراقبون الدوليون يشيدون بالظروف التي جرت فيها رئاسيات 2014. البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في بلادنا تطلع الوزير الأول على نتائج مهمتها حول سير العملية الانتخابية. حياكم الله جميعا في تفاصيل هذه النشرة. أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل قليل فوز النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات الرئاسية 2014، التي أعلنت فيها تقدم المرشح محمد العبد العزيز لرئاسة الجمهورية حسب النتائج الأولية المؤقتة بنسبة بلغت 81.89% من أصوات الناخبين، وفيما يلي بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. أيها المواطنون، أصل الآن إلى إعلان النتائج تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعملا بالمرسوم رقم 118/2014 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2014 القاضي بهيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت بتنظيم الشوط الأول من الاقتراع يوم 21 يونيو 2014 بناء على المطالب التالية: أولا الترشحات. جرت هذه الانتخابات على أساس لائحة الترشحات المعتمدة من قبل المجلس الدستوري، وشارك فيها من الناخبين 1,328,168 ناخب موزعين على 2,957 مكتب اقتراع، منها 55 خاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن، و23 لصالح جالياتنا المقيمة في بعض الدول الخارجية. ثانيا نتائج الاقتراع، وتشكل هذه النتائج التي نحن بصدد الإعلان المؤقت عنها اليوم حصيلة محاضر العمليات الانتخابية. وقد تمت مركزة نتائج المحاضر على مستوى كل مقاطعة بحضور قاضي منتدى من قبل المجلس الدستوري، وضمانا لشفافية هذه الانتخابات أتيح لكل مترشح بموجب القانون أن ينتدب من يمثله لمواكبة مختلف العمليات الانتخابية، سواء كان ذلك داخل مكاتب الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت والفرز، أو داخل مقرات اللجان المحلية على مستوى المقاطعات لمتابعة مركز النتائج. أيها السيدات والسادة، انطلاقا من كل ما سبق وعلى أساس المحاضر المتضمنة مركزة نتائج الاقتراع في مكاتب التصويت، أسفرت عملية معالجة النتائج واحتسابها على مستوى المصالح الفنية المختصة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج التالية: عدد المسجلين 1,328,168، عدد المصوتين 749,865، عدد الأصوات اللاغية 33,200، عدد الأصوات المحايدة 10,877، عدد الأصوات المعبر عنها 705,788، نسبة المشاركة الوطنية 56.46. الترتيب طبق قرار المجلس الدستوري: أولا المترشح محمد بن عبد العزيز، عدد الأصوات المحصل عليها 577,995، النسبة 81.89%. اثنين بيجل الهميد، عدد الأصوات المتحصل عليها 31,773، النسبة 4.5%. ثلاثة لالة مريم بنت مولاي إدريس، عدد الأصوات المتحصل عليها 3,434، النسبة 0.49%. أربعة برام الداعي عبيد، عدد الأصوات المتحصل عليها 61,218، النسبة 8.67%. خمسة إبراهيم مختار صار، عدد الأصوات المتحصل عليها 31,368، النسبة 4.44%. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز اليوم برقية تهنئة إلى صاحب السمو هنري دوقي لوكسمبورغ الكبير بمناسبة تخليد بلاده لعيدها الوطني،
وبهذه المناسبة عبر رئيس الجمهورية لدوقي لوكسمبورغ عن أحر التهاني وأفضل الأمنيات بالتقدم لشعب لوكسمبورغ الصديق. واغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة للتعبير عن حرص بلادنا على العمل من أجل أن تنمو وتتعزز علاقات التعاون القائمة بين لوكسمبورغ وموريتانيا. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الذي شارك في الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي جرى شوطها الأول أمس على امتداد التراب الوطني. وبعد المقابلة أدلى رئيس البرلمان العربي للموريتانيا بتصريح ضمنه تهانئه للشعب الموريتاني على نجاح التجربة الديمقراطية. باسم البرلمان العربي وباسم الشارع العربي نبارك للشعب الموريتاني هذه التظاهرة الإيجابية التي مرت بهدوء وبكل شفافية في انتخاب رئيس البلاد، ونتمنى للشعب الموريتاني يعني الازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي اختارها الشعب بكل شفافية وعلى ما رأى ومسمع من المجتمع الدولي بصورة عامة. نحن في الوطن العربي بحاجة إلى عودة موريتانيا لأن تلعب دورها المهم جدا في خدمة المصالح العربية بصورة عامة وخدمة المواطن الموريتاني بصورة عامة. نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للحكومة وللحكومة الموريتانية وللشعب الموريتاني المضياف وللجنة العليا المنظمة للانتخابات التي أدارت يعني العملية الانتخابية بصورة جيدة وراقية وشفافة، وهذه كلها يعني كلها عوامل نجاح. نتمنى التوفيق للجميع، شكرا. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي السيد الباجي قائد السبسي رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي للانتخابات الرئاسية. وأدلى رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي بعيد اللقاء للموريتانيا بتصريح قال فيه: يعني اقتبلني فعلا السيد رئيس الجمهورية فقدمت له التهاني بنجاحي في هذه الانتخابات، وكذلك ايضا تبادلنا وجهات النظر حول الظروف التي تمت فيها هذه الانتخابات، واكدت له ان الملاحظين الاتحاد الافريقي اللي عددهم 46 وانتشروا في كل أنحاء الجمهورية الموريتانية وقدموا تقارير إيجابية تفيد أن الانتخابات تمت في غاية الشفافية ومع احترام الضوابط والقواعد الدولية في الانتخابات التي تنعت بالديمقراطية. على كل حال نهنئ الشعب الموريتاني بهذه النتائج وهنينا الرئيس أيضا بنجاحه في هذه الانتخابات. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز استقبل كذلك ظهر اليوم بالقصر الرئاسي السفير علاء الدين الزهيري رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية. وأدلى رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية بعيد اللقاء للموريتانية بتصريح قال فيه: شرفت بمقابلة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمرشح الرئاسي الحائز على أعلى نسبة أصوات حتى أمس في نهاية الانتخابات التي جرت يوم 2021. نقلت إلى فخامة الرئيس تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وتمنياته بالتوفيق ودعمه لمسيرة الديمقراطية في موريتانيا. كما أطلعت فخامته على عمل بعثة الجامعة العربية التي تمت في الأيام القليلة الماضية حول مراقبة العمليات الانتخابية والتي انتهت أمس، وأعلنت الجامعة العربية منذ ساعات بيانها حول هذه العملية الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والأمن والنزاهة كما ذكرنا في تقريرنا.
كما لاحظت في هذا التقرير التطور المسجل في العملية الديمقراطية في موريتانيا وكفاءة المسؤولين عن إجراء هذه الانتخابات بكافة مراحلها. كما نحيي الشعب الموريتاني على مشاركته الفاعلة في العملية الديمقراطية من أجل تقدم وازدهار موريتانيا. وفي نفس حضر هذه المقابلة رئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات السيد التقي والسيدي، وفي نفس السياق استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي السيد تيودور هولو الوزير البنيني السابق ورئيس المحكمة الدستورية بجنيف رئيس بعثة المنظمة الدولية للفرنكفونية لمراقبة الانتخابات في موريتانيا. جرى اللقاء بحضور رئيس المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات السيد تقي والسيدي، وأدلى رئيس البعثة في أعقاب اللقاء للموريتانية بالتصريح التالي. D'abord, je voudrais dire que je suis le chef et en même temps le porte-parole de la mission de l'organisation internationale de... أود أن أقول إنني رئيس بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية والناطق الرسمي باسمها. وهذه البعثة هي بعثة اطلاع واتصال، وقد أطلعت رئيس الجمهورية على الاتصالات التي أجريت مع مختلف الفاعلين السياسيين والهيئات المعنية بتسيير المسار الانتخابي، وقد تحدثنا مع رئيس الجمهورية حول ملاحظات بعض مراقبينا في نواكشوط وبعض المدن الأخرى كنواذيبو وبوتليميت، وقد لاحظنا التنظيم الجيد لهذا المسار وحضور المرأة ليس كناخبة فحسب وإنما كمسؤولة في مكاتب التصويت. كذلك تحدثنا عن الحضور الملاحظ أحياناً لقوات الأمن وعن ضرورة الحوار بعد نتائج الانتخابات، وأكد لنا رئيس الجمهورية أن الأمن ضروري بالنظر للوضعية الإقليمية، وكنت قلت له إن موريتانيا تعتبر واحة أمن في محيط يطبعه عدم الاستقرار، وأكد رئيس الجمهورية أيضاً أنه مستعد للحوار، لكنه لم يكن مخولاً تأخير استحقاقات أقسم على احترامها في الدستور الذي حدد هذه الاستحقاقات، لكنه مستعد للحوار، وعموماً فإن إقامتنا كانت جيدة ولم نلاحظ أي خروقات في المكاتب التي زرنا، وما لاحظناه هو أن كل شيء جرى بالشكل الصحيح، حتى أن الأحزاب التي تقاطع الانتخابات لها الحق في التغطية الإعلامية، وهذا شيء جديد وتقدم ملحوظ في بلدكم. هذا عموما ما تطرقنا له في محادثتنا مع رئيس الجمهورية. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان المغربي السابق ورئيس مركز الشروق للإعلام وحقوق الإنسان الذي شارك في الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي جرى شوطها الأول أمس السبت على امتداد التراب الوطني. حضر المقابلة رئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات السيد التقي والسيدي. وأدلى رئيس مركز الشروق للإعلام وحقوق الإنسان السيد محمد أوجار بعيد اللقاء للموريتانية بتصريح قال فيه: تشرفت بهذه المقابلة وكانت فرصة لكي نقدم لفخامة الرئيس تهانئنا على الجو الديمقراطي الذي مرت فيه الاستحقاقات الانتخابية والتي تميزت باحترام القانون بالشفافية بالديمقراطية وبتوفير كل ضمانات القانونية لتمكين المواطنات والمواطنين في موريتانيا من التعبير بكل حرية عن اختياراتهم وعن تصوراتهم. فساعدنا أيضا بأنه في هذه الظرفية البالغة الحساسية التي تمر منها المنطقة العربية والتي تعاني فيها كثير من الدول العربية من الاقتتال ومن الحروب، تتمكن الشقيقة موريتانيا من تدبير وتنظيم انتخابات حرة يتم فيها التعبير عن الاختلاف بوسائل سلمية
في جو يطبعه الاستقرار ويطبعه التوافق الوطني، ويتم فيه توفير أكبر مساحات الحرية في ظل احترام القانون، لدرجة أن الأصوات التي قطعت الانتخابات تمكنت من التعبير عن مواقفها وعن تصوراتها في أجهزة التلفزيون الرسمية والخاصة، وهذا دليل على نضج الحياة الديمقراطية وعلى تحول التعددية إلى اختيار لا رجعة فيه، وعلى إرادة السلطات العليا في هذا البلد الشقيق على أن يكون تدبير الاختلاف بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وأن تحاط العمليات الانتخابية بكل الضمانات المستجيبة للمعايير الدولية في مجال بناء الديمقراطية وتوسيع الحريات. فنأمل أن تكون هذه المحطة مدخلا لإصلاحات كبيرة تدعم توجه موريتانيا نحو مزيد من الديمقراطية ومزيد من الحريات في ظل الاستقرار والوحدة الوطنية واحترام القانون. وبدوره استقبل الوزير الأول الدكتور ملاير محمد الأقذف صباح اليوم بمكتبه الوزير الأول التونسي الأسبق سعادة السيد الباجي قائد السبسي رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا. وبعد المقابلة أدلى رئيس البعثة الإفريقية بالتصريح التالي: أولا كانت فرصة سعيدة لنلتقي بالسيد الوزير الأول لنحييه أولا ونحيي الشعب الموريتاني يعني في هذه العملية الانتخابية التي اعتبرنا أنها ناجحة، واعطيناه انطباعاتنا الأولية على هذه العملية، وإن شاء الله من هنا بعد الساعة الخامسة سنلتقي بكل زملائنا في الاتحاد الإفريقي اللي زاروا كل المناطق وحضروا على العمليات الانتخابية باش تكون عندنا الانطباعات النهائية. وعلى كل حال مبدئيا فإن الانطباعات الأولية طيبة، ونعتقد أن الانتخابات هذه صارت في جو طيب وما سجلناش خروقات تذكر. على كل حال نهنيو الشعب الموريتاني، وإن شاء الله يعني دائما موريتانيا إلى الأمام. وفيما خصني أنا كتونسي إن شاء الله العلاقات بين تونس وموريتانيا تتواصل بهذا النسق وبهذه الروح إلى ما فيه خير البلدين الشقيقين. وعلى كل حال إفريقيا أيضا تحيي هذه المناسبة، بهذه المناسبة الانتخابات اللي وقعت في موريتانيا، وإن شاء الله موريتانيا تواصل سيرها إلى الأمان إن شاء الله. كما استقبل الوزير الأول الدكتور ملاير محمد الأقذف صباح اليوم بمكتب سعادة السيد علاء الزهيري رئيس وفد جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات. وأدلى رئيس وفد جامعة الدول العربية سعادة السيد علاء الزهيري بتصريح جاء فيه: شرفت بمقابلة معالي وزير الخارجية الوزير الأول وأطلعته عن مهمة بعثة الجامعة العربية والتي انتهت مرحلة منها كبيرة اليوم بإعلان بيان الجامعة العربية منذ حوالي ساعة، شارحين فيها رؤيتنا وماذا قدمت الجامعة في هذه عملية المتابعة التي تمت في موريتانيا. وأبلغت تهاني الجامعة للرئيس المنتخب بعد إعلان النتائج بإذن الله، كما أبلغته بالتحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وإصراره على دعم
مسيرة الديمقراطية في كافة البلدان العربية ومتابعة كافة الاستحقاقات التي تتم في الدول العربية. الوزير الأول الدكتور ملاير محمد لقضف استقبل كذلك صباح اليوم بمكتبه رئيس البعثة المغربية لمراقبة الانتخابات الموريتانية سعادة السيد محمد أوجار الوزير السابق لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان. وفي نهاية اللقاء أدلى رئيس البعثة المغربية لمراقبة الانتخابات بتصريح للموريتانية جاء فيه: تقدمنا لسيد الوزير الأول بتهاني المغرب على نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير في الشقيقة موريتانيا، وقد تمكنا من معاينة عدد من مكاتب التصويت وأجرينا سلسلة من الاتصالات مع مختلف الهيئات المعنية بالاستحقاق الانتخابي وبالانتخابات الرئاسية، ويمكن أن نؤكد أن الانتخابات مرت في أجواء سليمة، في أجواء من الشفافية ومن الحرية ومن احترام مقتضيات القانون، حيث تمكن المواطنون والمواطنات من التعبير عن اختياراتهم وعن إرادتهم بكل حرية، وفي أجواء من السلم ومن الحوار الوطني ومن النقاش الديمقراطي، وطلعنا حتى على حملات الجهات المقاطعة عبر وسائل الإعلام العمومية، مما يؤشر إلى أجواء الحرية وإلى تحول التعددية إلى اختيار مكرس في موريتانيا. ونحن سعداء أنه في منطقتنا العربية التي تعرف الكثير من مظاهر الاضطراب وأحيانا من مظاهر الاقتتال للأسف الشديد في بعض الدول، تنجح دولة عربية والشعب العربي من التأكيد على أن الديمقراطية اختيار ممكن، وأنه حين تتوفر الإرادة السياسية القوية وثقافة التوافق الوطني يصبح من السهل إنجاز تجربة ديمقراطية ناضجة. وموريتانيا أكدت للعالم أن تجربتها متميزة وأن ديمقراطيتها تتقدم يوما بعد آخر، وأنه رغم بعض الملاحظات هنا وهناك لابد من أن نسجل بارتياح أن الانتخابات الرئاسية كانت أحسن من الاستحقاقات السابقة، وأنها كانت منسجمة مع التشريعات ومع الأوفاق الدولية ومع كل مستلزمات إنجاز انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة. وفي السياق ذاته استقبل الوزير الأول الدكتور ملاير محمد لقضف ظهر اليوم بمكتبه السيد تيودور هولو الوزير البريني السابق ورئيس المحكمة الدستورية بجنيف رئيس بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لمراقبة الانتخابات في موريتانيا. وفي أعقاب اللقاء أدلى رئيس بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتصريح قال فيه: أود أن أذكر بأننا بعثة من المنظمة الدولية للفرنكوفونية جئنا للاطلاع على سير الانتخابات في بلدكم، ومن الطبيعي في هذا الإطار أن نلتقي بالسلطات العليا ومن بينها الوزير الأول لنتحدث معه حول أهداف مهمتنا والانطباعات التي خرجنا بها عن هذه الانتخابات والتوصيات التي من شأنها تجذير التجربة الديمقراطية في بلدكم. وقد سمح لنا هذا اللقاء بإطلاع الوزير الأول على الاتصالات التي أجرينا مع الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات والفاعلين السياسيين، سواء الذين شاركوا في الانتخابات أو الذين لم يشاركوا. وقد زرنا بعض مكاتب التصويت للتأكد من أن النتائج ستعكس اختيار الناخبين. كما استقبل الوزير الأول الدكتور ملاير محمد لقضف ظهر اليوم في مكتبه بعثة الساحل والصحراء سين صاد لمراقبة الانتخابات في موريتانيا برئاسة السيد إبراهيم جارة مدير ديوان الرئيس المالي رئيس البعثة. وفي أعقاب اللقاء أدلى السيد إبراهيم جارة رئيس بعثة الساحل والصحراء بتصريح للموريتانية قال فيه:
التقينا بالوزير الأول لإطلاعه على انطباعنا الأولي عن انتخابات الأمس، وعبرنا له عن شكرنا له على هذا الاستقبال. وبخصوص تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن، شرحنا له كيف قمنا بمراقبة هذه العملية وكذلك التصويت في اليوم الثاني، حيث تابعناه من الساعة 7 صباحا حتى إغلاق المكاتب في 7 مساء. ولاحظنا أن كل الترتيبات كانت تامة، والوسائل كانت حاضرة، وكان الإقبال معتبرا، ونعتبر أن الاقتراع جرى بشكل جيد. دائما في إطار استقبالات الوزير الأول الدكتور ملايو محمد الأقضف للبعثات المشرفة على الانتخابات في موريتانيا، حيث استقبل الوزير الأول الدكتور ملايو محمد الأقضف ظهر اليوم في مكتبه البعثة الجزائرية لمراقبة الانتخابات. وأدلى المتحدث باسم البعثة الجزائرية السيد عبد الرحمن يحيى عضو مجلس الأمة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالتصريح التالي: بالفعل كان وفد جزائري تم استقباله من طرف معالي الوزير الأول لحكومة الموريتانية. هذا الوفد البعثة الجزائرية المتكونة منها 14 عضوا، 4 من الغرفتين من مجلس الأمة والبرلمان، وعشرة خبراء من وزارة الداخلية. هذه البعثة الجزائرية التي تم استقبالها من طرف الوزير الأول حول العلاقات الثنائية وحول العمل المشترك بين الشعبين والحكومتين الموريتانية والجزائرية. تم التطرق إلى مواضيع في إطار العمل المشترك والزيارات الميدانية بين الإخوة الوزراء، وأيضا كان عبارة عن تقرير اللجنة أو البعثة الجزائرية بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تم أمس. تقييم الانتخابات كان بحكم انتشارنا على حوالي 60 مكتب في ضواحي مدينة نواكشوط ومدن مثل مدينة روسو ومدينة بوتليميت، كان بالنسبة لملاحظنا من خلال تأطير ومن خلال اللجنة المستقلة اللي أثبتت الجدارة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بتوفيرها لكل وسائل وخاصة منها القائمة البيومترية، والتي تعتبر يعني عملية جد ناجحة في إطار الشفافية بالنسبة للانتخاب. وأيضا لاحظنا أن العملية منذ 7 صباحا إلى غلق المكاتب كانت تمت بسلاسة وهدوء تام، وعبر عنها المواطن الموريتاني عن وعي والمواطنة وروح الديمقراطية شفافة. وفي نفس السياق استقبل الوزير الأول الدكتور ملايو محمد الأقضف ظهر اليوم في مكتبه وفد منظمات المجتمع المدني لغرب إفريقيا لمراقبة الانتخابات في موريتانيا. وأدلى المتحدث باسم الوفد السيد لي أمادو في أعقاب اللقاء بتصريح للموريتانية: نحن جد مسرورين بلقاء الوزير الأول الذي عبر لنا عن سعادته بمشاركة منظمة المجتمع المدني لغرب إفريقيا في مراقبة هذا المسار الانتخابي، وبدورنا عبرنا له عن سعادتنا بهذه المشاركة، وأكدنا له ارتياحنا للظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات دون عنف وفي كنف الشفافية، وقد هنأناه بهذه المناسبة ومن خلاله الشعب الموريتاني على التقدم الذي أحرزه في مجال الديمقراطية وتنظيم الانتخابات. تجولت بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الإفريقي يوم أمس في مختلف مكاتب التصويت لمراقبة اقتراع 21 يونيو 2014 لانتخاب رئيس البلاد. وفي نواكشوط تابع رئيس البعثة وأعضاؤها المرافقون سير عملية التصويت. الزميل عبد الرحمن حمادا رافق البعثة خلال جولتها وعاد لنا بالتقرير التالي. منذ اللحظات الأولى لانطلاق عمليات التصويت في اقتراع 21 من يونيو 2014، كانت بعثة المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي كغيرها من بعثات المراقبين الدوليين ترصد وتراقب عن كثب مختلف مجريات عملية الاقتراع. ولضمان أداء مهمتها الرقابية على أكمل وجه، وزعت البعثة أعضاءها 60 على مختلف أنحاء الوطن
بما في ذلك العاصمة نواكشوط. وقبل إغلاق مكاتب التصويت بدقائق معدودة، كان رئيس بعثة المراقبين الأفارقة رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباشي قائد السبسي وبعض أعضاء البعثة يراقبون آخر عملية تصويت في المكتب 15 في حيكا بمقاطعة تبرغ زينة، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز وعد الأصوات من طرف أعضاء المكتب أمام أعين المراقبين الأفارقة والمراقبين الوطنيين التابعين للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات وبحضور ممثلي المرشحين. عملية فرز الأصوات تمت بكيفية يعني شفافة، وأن عدد الأصوات المسجلة لكل مترشح كانت حسب ما توجد في صندوق التصويت. وعلى كل حال احنا نسجلوا أن العملية في هذا المركز كانت عملية مستقيمة وما عندناش ملاحظات سلبية فيها. المرصد الوطني للانتخابات تقاسم هو الآخر نفس الانطباع مع المراقبين الأفارقة حول شفافية العملية ونزاهتها وحسن سيرها. العملية تمت على أكمل وجه بدون خروقات، وتم الفرز أمامنا في هذا المكتب بحضور القائد السبسي وحضور رئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، وهكذا تمت العملية بشكل طبيعي وهادئ. وبعد مشاركتها في مراقبة استحقاقات 21 يونيو في بلادنا، عقدت بعثة المراقبين الجزائريين مؤتمرا صحفيا صباح اليوم للإدلاء برأيها حيال العملية الانتخابية. خلال الملاحظات المستخلصة لمعاينتنا ومراقبتنا وحضورنا نستخلص الملاحظات التالية: نستطيع أن نؤكد أن العملية تمت في هدوء وسلاسة ساعدها وعي المواطن الموريتاني، ترجمه من خلال إقباله على صناديق الاقتراع. كما نؤكد أن اللجنة الوطنية المستقلة سيني استطاعت أن توفر كل إمكانيات اللوجستية والمادية في كل المراكز التي تمت معاينتها. كذلك نستطيع ونؤكد بأن الحملة تمت في هدوء، وكان التنافس الحر ونزيه، وكان على أساس البرامج. كما نؤكد أن مكاتب الاقتراع كانت مؤطرة من خلال حضور التأطير كاملا في كل المراكز بتوفير القائمة البيومترية وكل الوسائل المتاحة لذلك من حبر صيني وكل الوسائل أيضا المادية. وبدورها قدمت بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة مجريات العملية الانتخابية التي تشهدنا بلادنا خلال مؤتمر صحفي تقييمها للمسار الانتخابي وملاحظاتها حول عملية الاقتراع. قامت الجامعة العربية بمراقبة عملية التصويت الخاص للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 20 يونيو 2014، حيث اتسمت في مجملها بالإعداد والتنظيم الجيد واتباع الإجراءات الصحيحة في عملية الاقتراع. توصل المراقبون خلال الزيارات إلى تقييم لمدى توافق مجريات عمليتي الاقتراع والفرز خلال يومي الانتخابات مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات الموريتاني والمعايير الدولية المتعارف عليها، ومنها إجراءات افتتاح وإغلاق مكاتب التصويت وتشكيلها وخطوات عملية الاقتراع والمواد اللوجستية اللازمة لإتمامها، بالإضافة إلى تقييم سير عملية الفرز. وعلى شرف البعثات المراقبة للعملية الانتخابية، نظم المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات مساء أمس حفل عشاء حضرته البعثات الدولية والوطنية، وقد ضم الحضور بعثة منظمة العالم الإسلامي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة دول الساحل والصحراء وممثل عن البرلمان العربي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الفرنكوفونية، إضافة إلى وفد المغرب والجزائر
ووفد المراقبين الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني. قد تضمن الحفل كلمات ترحيبية بالوفود المشاركة في رقابة الاستحقاقات الرئاسية لعام 2014 ووصلات موسيقية ورقصات شعبية تعكس ثراء وغنى الموروث الحضاري لبلاد شنقيط. وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية قد أظهرت فوز واحد من بين خمسة مرشحين تنافسوا خلال 15 يوما هي مدة الحملات الدعائية. ومع اقتراب ساعة الحسم تدخل البلاد مرحلة جديدة قوامها مأمورية جديدة للرئيس المنتهية ولايته السيد محمد بن عبد العزيز وأرقام حققها منافسون في مشهد سياسي غني بتعدد الآراء واختلافها بين من آثر المشاركة ومن اختار المقاطعة. سادس انتخابات في تاريخ الجمهورية تعلن ميلاد تاسع رئيس للبلاد بعد مخاض سياسي وانتخابي تسابق خلاله خمسة مرشحين في ماراثون هادئ نحو القصر الرمادي. المرشح محمد العبد العزيز وهو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بات على أعتاب مأمورية جديدة، هذا ما تشير إليه النتائج الأولية للفرز في انتظار النتائج النهائية والتي تصبح نهائية بتأشيرة مرور من المجلس الدستوري. يعبر الرئيس الجديد بأحلام الموريتانيين الذين منحوه أغلبية عريضة نحو مهامه، وهو يتطلع إلى مواصلة مسيرته في الإصلاح والتنمية، بينما يعبر آخرون نحو حياة سياسية جديدة مستأنسين بتجربة سياسية وانتخابية قد يكون لها ما بعدها في مسارهم السياسي. خرج المرشح بيرام ولداه العبيدي محمولا على أكتاف مناصريه ليحجز له مكانا بين المتنافسين، بينما منح أنصار بيجل والهميد وصار إبراهيم ولالا مريم تولي إدريس مرشحيهم نسبا متفاوتة، وإن شكلت قيمتها المعنوية نصرا سياسيا في تنافس يسير بقوانين تشبه قوانين كرة القدم، إذ لا بد من غالب في النهاية، لكن الغالب هنا في النهاية هو رئيس لكل الموريتانيين. تجربة انتخابية أعادت إلى الأذهان صورا من صور التنافس التي عرفتها موريتانيا منذ استقلالها. هذه مشاهد للانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 2009. من بين هؤلاء المرشحين من فضل عدم المشاركة في انتخابات 21 يونيو، وإن ظل الجو العام بالنسبة لمن شارك ومن قاطع يوحي بتعدد في الآراء، يبقى الميزة الأساسية للتعايش الديمقراطي بين مختلف الآراء. في شأن آخر، احتضنت العاصمة صباح اليوم أعمال الاجتماع المشترك للدورة السابعة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة العربية والاجتماع التاسع للجنة التنفيذية، ويهدف اللقاء للتوصل إلى استراتيجية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره. هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية والاجتماع التاسع للجنة التنفيذية يسعى من بين أمور أخرى إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء في مواجهة الخطر الذي تشكله آفة الجراد على الموارد الزراعية والرعوية في بلادنا، وصياغة استراتيجيات واقعية في مجال المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة. بذلت بلادنا خلال السنوات الأخيرة بغية التصدي لهذه الآفة جهودا معتبرة في إرساء استراتيجية المكافحة الوقائية التي تعتبر وبشهادة الجميع الأكثر ملائمة لتسيير هذه الآفة، وتعتمد هذه الاستراتيجية من بين أمور أخرى على مراقبة أماكن انطلاق اجتياح الجراد بصفة دائمة والقضاء على التجمعات الأولية له عن طريق عمليات المكافحة على مساحات محدودة. ممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة في بلادنا السيد عثمان ميرافيلي قال إن هذا الاجتماع يكتسي أهمية قصوى لكونه يتناول المسائل المتعلقة بآليات التمويل ضد الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية، ونبه إلى العناية التي تمنحها منظمته لمثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى لمناقشة إشكالية الجراد المهاجر، مؤكدا خصوصية هذه الآفة العابرة للحدود. هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية استعرضت جهودها المتعلقة بمحاربة انتشار الجراد والقضاء عليه. خلال هذا الاجتماع للهيئة سيتم التعرض لخطة العمل التي تم تنفيذها خلال السنتين الماضيتين وإعداد خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في مجال مكافحة الجراد المنطقة، وأساسا الحكامة في مجال مكافحة الجراد، لأن هناك جهود جبارة من طرف الدول ومن طرف الجهة الإقليمية استدامة الجهود والنتائج الإيجابية التي تم التحصل عليها.
وسيتدارس المشاركون في هذا الاجتماع على مدى 5 أيام السبل الكفيلة لوضع خطة عمل تركز على المحاور الأساسية لعمل هيئة مكافحة الجراد الصحراوي، والتي تشمل تحيين أجهزة المراقبة والاستكشاف لمناطق اجتياح الجراد واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال القضاء على هذه المعضلة. عقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء أمس مؤتمرا صحفيا كرسه للتعبير عن ملاحظاته حول مجريات الاقتراع الذي جرى يوم أمس. واعتبر قادة المنتدى أن مراكز الاقتراع لم تشهد إقبالا من طرف الناخبين، وهو ما يعكس من وجهة نظرهم أن الشعب الموريتاني قاطع هذه العملية الانتخابية. وتحدث أعضاء المنتدى في هذا الإطار عما أسموه النجاح الذي أحرزوه من خلال اللقاءات والمهرجانات التي نظمت بهذا الخصوص في العاصمة والداخل. السيد الشيخ سيد أحمد البابامين رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يوضح الهدف العام من انعقاد هذا المؤتمر. نختار في البداية نقول عن المنتدى ما لجاء المقاطعة إلا بعد جهد كبير حاول من خلاله عمنو يحصل على ظروف يقد جميع الموريتانيين وجميع الأحزاب السياسية تعود شاركت في هذه الرواية اللي خلقت اليوم واللي كانت قد تعود انقالها فعلا انتخابات واللي اسمها هذا هو اللي قال لك الاخ مولاي. نتيجة عدم تجاوب سلطات مع هذا الطلب اللي طلب وطني، نتيجة عدم هذا التجاوب هي طبعا كان قرار منتدى المقاطعة واللي وجه طلبه للشعب الموريتاني عنه ما دام الحكم ما هو قابل عن يعدل فيها انتخابات شفافة ونزيهة عن كافي من 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 المباركة في انتخابات الأزلية مثل اللي كنا عشنا في نهاية السنة الماضية. إذا نقدر نقول اليوم ونقدر نقولوها حدا جماعة طبعا هي تعود شاهدت مباشرة شاهدت على مستوى المكاتب بآلة القبول على هذه الانتخابات. إذا بالنسبة لنا هذا النداء نجح. انتهت هذه النشرة، نذكر بأبرز ما ورد فيها من أنباء. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات الرئاسية، والمرشح محمد العبد العزيز يحصد ما يناهز 82% من أصوات الناخبين. بعد لقائهم رئيس الجمهورية المراقبون الدوليون يشيدون بالظروف التي جرت فيها رئاسيات 2014. البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في بلادنا تطلع الوزير الأول على نتائج مهمتها حول سير العملية الانتخابية. انتهت نشرة الثامنة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.